مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بحلقة جديدة من برنامجكم منتصف النهار عبر الشرقية نيوز. يعني اليوم علي أنا أفقد صوتي تدريجيا. ألف ألف سلام. الله يسلمك. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة لهذا اليوم راح نتابع فيها كثير من الفقرات، وطبعا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأهم الأخبار المحلية، ولكن بعد أن نذهب لفاصل قصير. أهلا بكم من جديد. حذرت إدارة محافظة ذي قار من ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب في المحافظة، داعية إلى استحداث مركز لمعالجة تلك الظواهر الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها. وأكدت إدارة المحافظة أن تنامي هذه الظاهرة بات يشكل خطورة واضحة تستدعي الدراسة العاجلة لإحصاء حالات الانتحار بهدف الوقوف على أسبابها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للحد منها، مرجعة أسباب معظم حالات الانتحار إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحالات التفكك الأسري والفشل الدراسي والتأثر بالظواهر الاجتماعية الداخلية والانفتاح التكنولوجي الحديث. ومن جهة أخرى، حذرت هيئة الحج والعمرة المواطنين من الانجرار وراء شركات وهمية تدعي إرسالهم إلى الحج بعنوان الحج التجاري، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تعد عملية نصب واحتيال من أجل سرقة الأموال. ونفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان ما يسمى بالحج التجاري، مؤكدا أن موافقات الحج يتم استحصالها حصرا من خلال الهيئة العليا للحج والعمرة. يذكر أن بعض المكاتب الأهلية قد رفعت لافتات على واجهاتها تعلن عن وجود حج تجاري بمبالغ تنافسية بهدف اجتذاب المواطنين. وجهت وزارة الصحة المكاتب العلمية للأدوية بتقديم تسعيرة محددة للأدوية والمستحضرات الطبية، مشددة على عدم منح إجازة استيرادة للمكاتب المخالفة لذلك. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الرديني أن القرار يهدف إلى دعم الخدمات الطبية التي تقدم إلى القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد أسعار المستحضرات الطبية في صيدليات بغداد وباقي المحافظات. ويشتكي مواطنون باستمرار من اختلاف أسعار الأدوية بين المحافظات، إضافة إلى اختلافها من منطقة لأخرى داخل المحافظة الواحدة. أهلا بكم في قضية المنتصف. كثيرا ما نسمع أن الغيرة سلوك فطري لدى المرأة، وغالبا ما ينتقدها الرجل والمجتمع بصورة عامة على غيرتها الزائدة، خاصة نتحدث اليوم عن الغيرة بين المرأة والمرأة. ولكن ماذا عن غيرة الرجل من الرجل؟ هل هي موجودة فعلا؟ هناك الكثير من الدلائل يمكن على هذه الغيرة، أهمها أن أول جريمة ارتكبت في البشرية كانت بسبب الغيرة ومن رجل، وذلك في قصة هابيل وقابيل، وهي دليل على أن الرجل يغار من الرجل مثله لأسباب قد تكون منطقية أحيانا وأحيان أخرى لأسباب غير منطقية. فعلا علي، يعني اليوم موضوع مهم جدا قررنا أن نناقشه اليوم بسبب عدم طرحه كثيرا في وسائل الإعلام أو حتى في المجتمع. يعني يتم التركيز دائما على غيرة المرأة. اليوم سنطرح تساؤلات مهمة، هي هل يغار الرجل من الرجل؟ ما هو سبب الغيرة؟ ما هي نوعها وما هي نتائجها وانعكاساتها؟ هل تظن أن الرجل يغار من الرجل؟ أشوفك أنت كلش مرتاحة. أنا سعيدة يعني سعيدة اليوم. دائما نتحدث عن غيرة المرأة من المرأة وننتقدها، اليوم الدور على الرجال. طبعا اليوم الدور على الرجال، ولكن يعني أنا لا أشعر أن هذا الموضوع بعيد. يعني أنا أشعر أنه فعلا هي الغيرة شعور فطري سواء من الرجل أو من المرأة. وأنا يعني ما أجزم، ولكن أعتقد أنه غيرة الرجل من الرجل مثل غيرة المرأة من المرأة. لا، المرأة يعني بتورجي الغيرة، لكن الرجل يكتمها، يمكن يخبئها، ولكن هي موجودة. على فؤاد يحكي هذا كذب طبعا. ايه فؤاد دائما خلف تعرف. على كل نتابع التقرير اللي عدوا الينا مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب، ونتابع مع ضيفنا من بغداد. حياكم الله احبتنا متابعي برنامج منتصف النهار.
كنا سامعين في مجتمعنا أكو غيرة المرأة من المرأة وأكو غيرة المرأة على الرجل، بس سامعين غيرة الرجل من الرجل؟ راح يكون هذا محور استطلاعنا، راح نسمع الشباب ونرجع. ابقوا يانا. من أنت يعني، وحتى بالإسلام أكو غيرة إيجابية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم الحسد، فإن الحسد يذهب الحسنات كما تذهب النار الحطب. فأكو غيرة تتحول إلى حسد، أي إزالة النعم عن الطرف الآخر. هنا راح تكون الحد الفاصل، هنا تكون نقطة الفضيلة، يعني حد الفاصل بين الغيرة الإيجابية اللي تدفعني أنه أنا أغار منك التناجح، أنا أكون ناجح مثلك وأتفوق عليك، بس مو أطلب زوال النعمة منك، راح أصير حسد مو غيرة. نعم صادفتني هذا؟ أي صادفتني، أذتني هي هواية، غيرت مكاني بصراحة، غيرت مكان عملي. أكو حالات هواية بسبب دراسته، هذا متفوق بالدراسة، هذا ما متفوق بالدراسة، هذا عنده مركز، هذا ما عنده مركز. أي تعرف تأثيرها عليك اليوم، الشخص يغار منك إلها تأثير عليك نفسي، ممكن تأثر على مكانتك بصراحة؟ ما تأثر على مكانتي، تأثر على مكانته هو، قد يتحسس من عندي إذا يشوفني مرتاح أو عندي مركز أو عندي وظيفة أفضل من عنده، يضل يتحسس. يغار أشوف يعني إنه يتحسس من عندي. يعني قد أغض النظر، قد أغض النظر عليه. مسيرة حياتنا شفنا هواي أكو يعني تعرضت لهاي المواقف، والحد هسه طبعا لما يشوفون الإنسان الناجح راح يتعرض مثلا، الأول شيء يشوفون سمعته، راح يطلعون عليه مثلا فد كلام وهو ما مسوي، أو يعني شلون نقول يترفع أنه يسوي، فهاي هي هاي الغيرة. فأرجع وأقول مشاكل يسوي طبعا، إذا سببت لي والحد هسه يعني سببت، مثلا اذا كان بالعمل او اذا كان مثلا بالدراسه او حتى بالحياه. اي مرات يعني شوف مثلا الانسان شوفه ناجح، انا اقول السبب الرئيسي هو النجاح. يعني يوم نشوف اغلب الشباب ما عندهم هي ثقافه الحوار، ثقافه انه ادعم صديقي في سبيل انه يحقق النجاحات. انت حكيت على شيء سلبي، اي تعرف اليوم من شخص يغار منك وربما ينتقدك او ربما يحاول انه يحفر، نقول بالعامية يحفر من جواك، اريد اعرف تاثيرها السلبي عليك، يعني اثر على نفسيتك لو لا بصراحه، شلون تواجه هذا الشيء؟ طيب اليوم مثلا اذا كان احد غاير مني، وشلون نقول انه هو الغيره هم موضوع يعني موضوع جدا حساس، انه انت تحس بهذا الشخص يغار منك يظل احتمال حتى تكرهه، ما تحب انه تحكي وياه، ما تحاوره. بس انا يعني شخصيا اذا اجتني فرصه مثلا وهذا الشخص احس انه هو ضاج، لان هاي الفرصه مو له، جزء نازل اقول اخذها، بس المهم انه انت مضوج مني ولا تحفر جوا. الوقت الحالي يعني صار موجود، ويعني يصير اكثر يعني بالعمل، يعني باي مكان مثلا العمل، شوف انه صديقك وهو مثل ما نقول بالعاميه هو خويك، ياكل ويشرب وياك، وعلى حسب هناك بشوف انه يعني تطلع من عنده، ما تطلع من واحد غريب، مع العلم انه انت مأمن به وتحكي له الاسرار، مثلا انه مدير مالتك انه هذا عندي في الموقف وياه واضوج من عنده، يعني تتفاجئ انه يوصل الحكي مباشره دايركت من عندك له، فانت ماكو غير هذا الشخص. طبعا اي اكيد اكثر الاحيان تصير هذه الغيره، يعني احنا لاحظتها يعني بايام الكليه، يعني تصير العلاقات ما شنو هذه. يعني هذا موضوع يعني جديد، احنا بالنسبه لي يعني اشوفه انه قبل على قولتك انه كانت صح من مره لمره. والله انا افضل اذا يغار من عندي بالنواحي، من الناحيه الايجابيه عادي ماكو اي اشكال، بس اذا يعني فد يعني انه يغار من عندي انه اكو شغلات تصير مثلا انه هذا اخذ سياره او ما اعرف شنو، او طلع على يعني هواي امور كثيره، هاي تعتبرها سلبيه، ما افضل ان يكون الرجل يغار من عندي، افضل انه لا بالطبع ما تأثر عليه أي شيء. صراحة ما أهتم للغيرة المقابلة، لأنه أكو كل إنسان عنده ثقة بنفسه، الثقة هي اللي 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 تبني فتح حاجز بين هاي الغيرة بين الشخص بين الشباب عامة. بس مبدئيا أنا أقول لك هواية أكو تأثر عليهم بالناحية السلبية، أكو بيهم اللي كلاميا يعني يأثر عليهم، يطلع احتمال من غيرته يطلع سمعة محلوة على الشخص، احتمال يحكي عليه بالسلب. مبدئيا أنا يعني مشاكل بالضبط، مشاكل يسوي لها بحياته، مشاكل مجتمعيا. بس قلت لك اللي عنده ثقه بنفسه واللي يشوف نفسه بانه
عنده الثقه الكافيه ما راح ياثر عليه هاي الجوانب. اذا طبعا شكرا لسيف عبد الوهاب من بغداد على هذا الاستطلاع. تفضلي. هذا الاستطلاع الجميل. لا يا علي، يعني بشكل عام انا اشعر انه الرجل ممكن ان يغار من رجل مثلا لموضوع يخص المراه، مثلا اذا انت كنت خاطب امراه هو يحبها او شيء، هذا ممكن يشكل مشكله بيناتهم. او مثلا بالعمل، صح. غيره العمل او النجاح بالعمل، انت تريد توصل لمستوى معين مثلا وزميلك بالعمل له مثلا سنوات اقل لكن هو اخذ مركز اعلى، يعني انا بحس هذا الموضوع حساس ممكن يكون لبعض الرجال فعلا. يعني هي بالتالي الغيره هذا السلوك الفطري موجود عند النساء موجود عند الرجال، يمكن تتفاوت نسبة الغيرة بين الرجل والمرأة، وتتفاوت أيضا نسبة الغيرة من رجل لآخر ومن مرأة لأخرى. لكن أنا أشعر أنه الرجل يتحكم بمشاعره بطريقة أفضل فلا يظهر هذه الغيرة. بالضبط، هو هذا الفرق. أيوة. المرأة دائما تكون عاطفية ويبين تنفعل ويبين على وجهها، يبين على تصرفها. فعلا الرجل يمكن يتمالك نفسه وما يبين غيرته للمقابل بصورة سهلة، يعني بالتالي هي موجودة عند الرجال وعند النساء. ولكن الغيرة بين الرجال خلينا نتحدث اليوم عن تنقسم لقسمين. هناك غيرة إيجابية تكون دائما دافع بأنه الشخص يكون طموح ويشوف الشخص الناجح يبدأ يعني يغار منه ويبدأ يسلك نفس المسلك ليصل للنجاح اللي حققه هذا الشخص. وهناك الغيرة السلبية اللي تكون دائما نابعة عن حقد ونابعة عن حسد. راح نتحدث أكثر ونشارك ضيفنا في هذا الحديث المهم وهذه القضية المهمة من بغداد، الباحث الاجتماعي الباحث والأكاديمي الدكتور الأستاذ عدنان القريشي. حياك الله، مرحبا بك سيد عدنان. اهلا وسهلا، مرحبا بكم والمشاهدين الكرام، يا اهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. خلينا نتحدث عن غيره رجل من رجل. يعني نسمع دائما في وسائل الاعلام والكل يتحدث عن غيره المراه من المراه، ولكن غيره الرجل من رجل يمكن نادرا ما اتحدث به البعض. هذا الموضوع يعني هل هناك نسبه متفاوته بين غيره الرجل من الرجل وغيره المراه من المراه، ام الغيره هو سلوك فطري موجود عند الجميع، يعني الرجال والنساء على حد سواء؟ طبعا هي الغيره شعور سلبي لدى الرجل ولدى المراه، فيكون هذا الشعور متفاوت بالنسبه للرجال او من رجل الى رجل او من امراه الى امراه. ولكن قد عندما نسمع كلمه الغيره قد يتبادر لنا غيره النساء، ولكن لو عرفنا بان اول جريمه بالتاريخ هي كانت بسبب غيره الرجل من اخيه الرجل، وذلك عندما قتل قابيل اخيه هابيل بسبب غيرته وحل الحسد منه. لذلك موجوده غيره الرجال كما هي موجوده لدى النساء، ولكن لدى النساء ظاهره اكثر بحسب التعبيرات العاطفيه، بكون الامراه انسانه عاطفيه وتظهر ما تبطنه في قلبها على وجهها. لذلك نرى بان النساء تغار من النساء الاخريات من خلال ملبستهن او اناقتهن او من خلال غيرتهن اذا كانت اجمل منها او بتسريحه شعرهن، فتظهر هذه الغيره لدى النساء بشكل جلي اكبر. بينما عند الرجال ايضا الغيره موجوده، وهناك ثلاثه اسباب لغيره الرجل من الرجل، وهي المال والسلطه والنساء. لذلك نشوف احنا غيرة الرجال تكون عندما يكون الرجل ذو مركز عالي مهم. هناك بعض الاشخاص يتمنون الوصول الى هذا المركز فيغارون هذا الشخص، وهنا تكون الغيره ذات حدين، اما تكون غيره ايجابيه او غيره سلبيه. الغيره الايجابيه من الشيء الايجابي والحلو ان يتكيف هذا الشخص لغرض المساواه مع هذا الذي يغار منه، اما عندما تكون الغيره من اجل سلب النعمه من هذا الشخص سوف تتكون الى حسد. ونرى كثيرا من انواع الغيره بالنسبه للرجال. نعم نعم، يعني هل ترى مثلا هناك كثير من الغيره بسبب النساء؟ صحيح. هل ترى ان موضوع الغيره عند الرجال يكون منطقي اكثر من الغيره بين المراه للمراه؟ يعني هل يعني انت ذكرت ثلاث نقاط مهمه جدا، هي يا اما المال او النساء او السلطه، يعني فهل ترى ان الدوافع لغيره الرجل هي اكثر منطقيه من الدوافع لغيره المراه؟ نعم، لان الدوافع الغيره لدى الرجل تكون منطقيه اكثر من النساء، لان غيره الرجال لا تهتم بالوسامه او اناقه الشخص المقابل، وانما تهتم بالحالات الاجتماعيه لهذا الشخص. عندما يكون هذا الشخص ذو منصب
مهم بالدولة سوف يغار منه البعض حتى يكون بمستوى هذه المناصب التي استلمها. كذلك عندما يكون هذا الشخص متزوج امرأة جميلة أو لديه حتى أولاد متفوقون بالدراسة سوف يغار هذا الشخص من جاره أو من الشخص المقابل له لأنه لديه امرأة جميلة ولديه أولاد متفوقون. لذلك سوف تصبح الغيرة منطقية لدى الرجل من أجل أن يكون بمستوى الشخص المغار منه. فهذه الغيرة لا تعتمد على وسامة الشخص المقابل أو إناقته مثل ما تغار النساء من النساء الآخريات نتيجة جمالهن أو إناقتهن أو تسريحة شعرهن. صح يعني غيرة الغيرة منطقية للرجال وتكون أقوى. صح يعني ربما دوافعها تكون منطقية أكثر من غيرة المرأة من المرأة. ولكن نتحدث اليوم عن هناك يمكن كثير من الرجال يعني واثق من نفسه يعني بالتالي شق له طريق للنجاح ومجتهد ويعمل على نفسه فما ينتبه لهذه الأمور يشوفها في الأمور يمكن أصلاً ما يفكر بها. مسألة الغيرة هي بصورة عامة هي سلوك فطري موجود ولكن يعني مو مثل الشخص اللي يمكن ما مشتغل على نفسه الشخص اللي ما مجتهد الشخص اللي يمكن ملتهي بهذه الأمور اللي هي بالتالي ما راحت عليه من مقام أبداً في المجتمع. يعني هي تتفاوت دائما بين رجل وآخر. هناك رجال كثيرين يمكن ما يقاومون مسألة الغيرة شفنا من خلال هذا الاستطلاع يمكن هناك كثير من يعني من الرجال إذا عرف أنه شخص ينافسه ويبدأ وهناك غيرة من قبل شخص وإن كان قريب عليه ذكر أنه انسحب أنا من هذا الأمر إن كان عمل أو ما شابه ذلك. وهناك أنه ما ينتبه لمسألة الغيرة أصلا. هو السبب الرئيسي للغيرة قلة الوعي الثقافي وقلة الثقة بالنفس وقلة الوعي الاجتماعي. هذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل الشخص يغار من الشخص المقابل الذي حقق نجاحات سواء في عمله أو في مركزه أو في دراسته. لذلك تدفعه إلى الغيرة من هذا الشخص. فهذه الأسباب هي قلة الوعي وقلة الثقة بالنفس هي التي تدفع إلى الغيرة من هذا الشخص. وقد يؤدي الغيرة من شخص خاصة نلاحظها في الأماكن المنغلقة مثل الدوار أو غيرها قد يؤدي إلى حاكة المؤامرات ضد الشخص الناجح ومحاولة توجيه التهم له لكي لا يتبوأ هذا الشخص مكانته الصحيحة. لكن الإنسان الذي يملك ثقة قوية بالنفس ووعيه الاجتماعي عالي لا يهتم إلى غيرة الآخرين لأنه رسم طريقه بنجاح ولا يهمه ما يقول عنه الآخرون أو ما يغار منه الآخرون. فهو رسم طريقه بعرق جهد جبينه وبكده وبنجاحه وبقوة ثقته بنفسه فاستمر بنجاحه في كافة المجالات. نحن نرى المنافسة بين الرياضيين وخاصة بالألعاب الفردية قد تدفع الآخرين نحو تحقيق نتائج إيجابية لغيرتهم من الآخرين. كذلك بالنسبة لباقي الأعمال التجارية أيضا. نعم يعني هل ترى أستاذ عدنان يعني ذكرت نقطة مهمة جدا وهي الفرق بين الحسد والغبطة يعني بمعظم الأحيان واللي هي الغيرة الإيجابية التي تدفع الإنسان إلى النجاح بالمقارنة مع الحسد الذي ممكن أن يضعف من همة الشخص نفسه للقيام بأمور معينة. ولكن هل ترى بما أنه الرجل يستطيع أن يتدارك هذه الغيرة وأن يمسك هذه الغيرة وأن يضبطها بشكل أفضل أن غيرة النساء ممكن أن تكون أكثر أذية للمحيط أكثر من غيرة الرجل؟ نعم الإنسان الرجل بصورة عامة يختلف عن الإمرأة لأنه يستطيع السيطرة على أعصابه ولا يظهر ما يضمره من حقد أو غيرة تجاه المقابل. لكن الإمرأة يظهر على تقاسيم وجهها ممكن الإمرأة تغار من إمرأة ثانية لكنها تبقى صديقتها يعني يتسامرنا في الليل أو في يذهبنا إلى الأسواق ولكنها تغار منها وتضمن لها الحقد في داخلها مع ذلك تخرج معها. أما بالنسبة للرجل تكون الغيرة قاتلة لا يطيق الشخص المقابل لأنه يرى به صورة لبؤسه أو لحرمانه أو لذلك تراه يحقد عليه ولا يمكن أن يطيقه. لذلك يتمنى أن تسلب منه هذه النعمة التي يتمتع بها بحيث هو لا يتمتع بنفس المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الشخص المغار منه. يعني أعتقد غيرة الرجل بما نتحدث عن هذا الموضوع يمكن يصاحبها يصاحب غيرة الرجل يمكن هدم للبيوت لقطع للأرزاق لأن الرجل دائما يكون مندفع نوعا ما ويمكن يسلك أمور أخرى بالتالي يأثر على المقابل من الناحية المادية يمكن يقطع رزقه يمكن يهدم بيته وغيرها.
بالتالي تكون في بعض الأحيان يعني أخطر من غيرة المرأة، وخاصة إذا كان مصاحبة لها حقد وحسد. بما أنه ذكرنا الدوافع وتحدثنا عن الأسباب، خلينا نتحدث عن الحلول. إذا ما كنت أنا من الناس مثلا شخص أغار من المقابل، وهذه الغيرة دائما هي الطاغية وهي الموجودة، السلوك يمكن اللي موجود عندي وما أستطيع أن أعالجه، يعني دائما أشوف كل ما أشوف شخص ناجح أبدأ بأنه يعني أغار منه، وبالتالي راح تأثر وتأثر هذه النظرة بصورة عامة على نفسيتي. كيف أستطيع أن أقلل من هذه الغيرة وإن كانت موجودة بدرجة عالية جدا؟ نعم، يجب أن تكون الحلول المنطقية لدى الشخص الذي يغار كثيرا، حيث أنه يجب أن يكون هنالك مستوى معين لإدراكه وفهمه، وكلما كانت ثقته بنفسه قوية وعالية سوف يستطيع التخلص تدريجيا من مشكلة الغيرة. لذلك عليه أن يثق بنفسه وفي عمله، ولكي يبدع عليه أن لا يقلد الآخرين، وعليه أن لا ينظر كثيرا إلى الآخرين، عليه أن ينظر إلى نفسه وكيف يطور نفسه لكي يجعل من نفسه نموذجا وقدوة للباقين. بهذه العوامل من الممكن أن يسيطر على قلة الغيرة بالنسبة للرجال. نعم، كان معنا من بغداد الباحث والأكاديمي عدنان القريشي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. على كل علي أصدقائنا على الفيسبوك كان لهم مشاركات عديدة. ننتقل وإياكم لنتابعها بعد فاصل قصير. نبدأ من أنس الزيباري يقول: السلام عليكم. نعم، لأن الشخص الذي يغار في قلبه طابع من الحسد، التعامل معه سلبي والاستبعاد عنه إيجابي، لأن من الصعب تغيير طابع الحسد. أثير الزين: السلام عليكم. الغيرة هي طبيعة الشخصية الضعيفة، فيعيش الإنسان في قلق دائم بسبب شعوره بالنقص، وقد تتحول إلى كراهية إذا ما عرف أنه يستطيع أن يثبت وجوده. ميمة الزباري تقول: السلام عليكم. الغيرة موجودة لدى كل شخص، وسببه شعور الشخص بنقص. فمثلا إذا رجل ربى أولاده وأصبحوا في أعلى المراتب، قد يغار رجل آخر وتؤدي هذه الغيرة بأن يقلده في تربية أولاده ومحاولته بأن يصبحوا مثلهم، وتعتبر هذه غيرة إيجابية. والغيرة السلبية عندما تتحول إلى حسد. تحياتي لكم. تحياتنا لك. ضمن فعاليات ملتقى أربيل السينمائي الدولي الأول ضد الإرهاب، استضافت صالة سينما هاوس واللجنة الثقافية في منظمة كولد واشور في أربيل الناقد العراقي مهدي عباس في جلسة نقدية سينمائية. فعلا، وخلال الجلسة ناقش الناقد ترويج صناعة الأفلام السينمائية الأكشن وذات طابع العنف والإرهاب التي تستقطب نسبة كبيرة من المشاهدين وبائها في جميع أنحاء العالم مقارنة بالأفلام اللي تخلو من هذه المشاهد، إضافة إلى ما قدمته السينما لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دائما نشوف أنه السينما يعني لها فد دور، ولكن مدى نستغل هذا الاستغلال الصحيح. دور السينما دور كبير جدا في إيصال كثير من الرسائل، كانت اقتصادية وسياسية واجتماعية. صح، شوف أنه يمكن كل البلدان المتقدمة تستغل السينما يعني لإرسال أهداف معينة للمجتمع. بتعرف علي، في الفترة الأخيرة أيضا أصبحنا نرى بشكل كبير بكل الأفلام وبالسينما بشكل خاص للأسف أنهم يضعون الطابع العربي على أساس أنه هو طابع إرهابي، ودائما تلاقي مثلا الشخص الإرهابي هو شخص عربي. فيعني لو إحنا نقوي السينما العربية بشكل كبير، هذا الشيء سيكون مثل سلاح بالنسبة لنا لنوجه طاقاتنا ضد الإرهاب، لكن بطريقتنا الخاصة. يعني دائما أشعر أنه الفن رسالة، الأفلام طبعاً رسالة طبعاً. والسينما مثل ما حكيت علي أنه الأجانب يستغلون السينما خير استغلال في نقل رسائل معينة. صح. ليش؟ لأنه السينما تصل للطفل، تصل للمراهق، تصل كل الشرائح اللي موجودة بالمجتمع. وفعلا يعني هو من خلال السينما نستطيع أن نعكس هذه الصورة اللي دائما مرسومة على العرب بصورة عامة، التطبيع أنه العرب والتخلف وهذه النظرات اللي موجودة وهذه الصور اللي موجودة دائما يعني شاهدها فعلا في كل، حتى في الأفلام الأجنبية، أنه دائما العربي اللي موجود في كل فيلم يكون إرهابي أو متخلف أو يكون يعني هو هذا السلاح المهم اللي يجب أن يستغل، ويعني نستطيع أن نوصل رسائل من خلاله اللي هي السينما. يعني من المفترض أن تأخذ دورها في الوطن العربي. نتحدث اليوم وفي العراق بالتحديد، يمكن
هناك البعض من المحافظات العراقية بدأت تشتغل على السينما وبدأت تصنع أفلام توجه من خلالها رسائل تعكس الصورة المغايرة على المجتمع العراقي والمجتمع العربي بصورة عامة. نعم، على كل ننتقل إلى فاصل قصير ونواصل حلقتنا لهذا اليوم، ابقى معنا. نرحب بكم من جديد، ومن ضمن أخبارنا المنوعة خبر جميل جدا. يعني نحن نعرف أن حلم كل فتاة تقريبا في أن تصبح أميرة، وتمكنت سارة البالغة من العمر 25 عاما من تحقيق ذلك، حيث تهوى هذه الفتاة الأمريكية الجميلة تجسيد بطلات أفلام كرتون ديزني. أقدمت سارة وهي تسكن في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، وتعمل مديرة لفرع شركة للتسويق هناك، على صرف مبلغ 14,000 دولار لكي تصبح أميرة كاميرات أفلام الكرتون الشهيرة. جسدت سارة أدوار عروس البحر، سندريلا، رابونزل، أورورا، بياض الثلج وغيرهن من الفتيات التي يلعبن أدواراً في أفلام الكرتون التي تنتجها شركة ديزني، حيث أصبحت شخصية مشهورة في مدينتها وبدأت تشارك في تنظيم حفلات الأطفال. ما شاء الله هي تشبههم اصلا، يعني تشبه كثير. يمكن نشوف توجه كثير من الفتيات اليوم تقليد شخصيات كرتونيه انتشرت وعبر السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي صرنا نشوفها بكثافه. لكن تخيل علي، يعني بين الملابس وبين المكياج والشعر، يعني تنفق 14,000 دولار لتحقق حلمها. صح. يعني ما اظن ان مستعده انفق المبالغ الهائله لهذا الشيء ابدا ابدا. خلينا ننتقل لخبر ثاني طبعا من ضمن اخبارنا الغريبه والمنوعه. هذا الخبر يخص القطط، وانتشر أيضا هذا المقطع على موقع الفيسبوك بالتحديد، ويظهر قط منزلي يشاهد ذيله للمرة الأولى، حيث تبدو على وجهه تعابير الذهول والاستغراب. نتابع. حقا يستغرب. شوف راسه يعني انت تخيل تشوف مثلا ايدك، مثلا الاطفال بعمر معين 5 أشهر 6 أشهر تكون اول مره يتعرفون على ايديهم. صح. او على اطرافهم. شوف الشيء غريب، يصير هيك شيء غريب. لا بس هو كان جسته كلش مرتاح يعني مرتاح ويراقب. على كل إن انتشر مقطع فيديو طريف لكلب منزلي يبذل جهدا كبيرا لإسعاد طفل رضيع، حيث يقوم باللعب معه ليسمع ضحكات الطفل الصغير ترتفع وهو سعيد بكلبه الكبير. نتابع. Go get her, Lily. Lily, where's the baby?
انت مصعوق علي. يعني هو كنا نتحدث بهذا الموضوع انه شلون يمنون على الطفل مع هاك الكلب، يعني هو دبر تحت الفاصل اللي يحكي لي عليه، يعني معقوله انه تامن على طفل مع كلب؟ فانا احكي له انه الكلب اكثر امان من الانسان. كلافه ما اعرف، انا كل حياتي وعندي كلاب في المنزل، فانا بعرف انه مثلا الكلاب مخلصين بطريقه مرعبه للانسان. يعني صح. لو 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 مهما حصل، اذا هو كلب مدرب، هذا الكلب على فكره ثالث اكثر كلاب شراسه بالعالم اللي هو الدوبرمان. صح. ولكن مع هذا مستحيل أن يؤذي طفل. هلأ إذا كان كلب شرس، إذا كان كلب هذا ما بعرف، لكن إذا هو تربى بوجود هذا الكلب فأنت تأكد أن طفلك بأمان. فعلا، يعني هو ماكو نقاش على وفاء الكلاب. نشوف فيديوهات يمكن نعرضها في البرنامج، حالات الدفاع عن صاحب الكلب أو الإنقاذ، حالات إنقاذ كثيرة أصلا من الكلاب. لو قلت أنا أشك في الموضوع، لكن ما بعرف إذا تابعت الفيلم هاتشيكو. تابعته؟ لا. هذا الفيلم يعني هو عبارة عن صورة حقيقية لإخلاص الكلاب للإنسان. صح. هذا كلب كان يستنى صاحبه يوميا، يعني مو بس تربي، تتابع أي فيلم يخص الكلاب. لا، هذا الفيلم خفت أتابعه، يعني جميع كل اللي يعرفوني حكوا لي رندا ما تتابعي، رح تبكي يعني إذا تابعتي. على كل هذا الفيلم بيحكي قصة شخص يعمل كل يوم، وهذا الكلب ينتظره عند محطة القطار، وهذا الشخص يرجع لمحطة القطار ويستنى الكلب وبعدين يذهب هذا الشخص. فبعد سنين توفى هذا الرجل وبقى الكلب عند محطة القطار. هي موجودة قصة سامة. أيوة، محل هذه القصة ما زالت مثالها موجودة. صح. صح. بقى يستنى هذا الرجل لحد بعد ما مات. ولحد ما مات سنين بقى ينتظره، سنوات وسنوات بنفس الوفاء اللي موجود عند الكلاب. يمكن كثير من البشر يفتقر. ربنا يعطي البشر وفاء الكلاب يا رب. خلينا نشوف مقطع اخر من مقاطع الفيديو المنتشره طبعا بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر والد طفل فيديو طريف لابنه على موقع اليوتيوب تحت اسم سلون هندرسون وهو يتعلم التزحلق على الجليد لاول مره في حياته، وحقق الفيديو نسبه مشاهده كبيره على اليوتيوب بلغت 1,290,000 مشاهده في اسبوع واحد فقط. سلون عين Sloney! Hey! Hey, Sony! Yeah! Look who's cruising! Nice! Yeah, Sloane! Yeah! You're cruising, babe! You're cruising! You're a boarder. Yeah. Nice job, Sloane. Nice job, sweetie. Ready? Sloane. All right. Ready, set, go. Go. Yeah. إذن طبعا مع هذا الخبر الطريف وهذه البراءة الجميلة اللي شاهدناها في هذا الطفل نصل لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. علي سيلقاكم غدا ويا رنا، وأنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.